انا حاسس ان انا متاخر. كل المدرسين اللي حواليا واحد عنده ما شاء الله البيزنس بتاعه، في ناس مشهوره على الفيسبوك عندهم فولورز كتير، عندهم فانس، عندهم كورسات اونلاين، بيروحوا هنا وبيدرسوا هناك وعندهم كل حاجه، وانا الوحيد اللي قاعد كده. يعني حاسس ان انا مدفون في مكاني، وعندي مشكله لان انا عندي طموحات كبيره وعايزه احقق حاجات كتيره، بس انا مش عارف اعمل الحاجات دي عشان خاطر الانجليزي بتاعي وحش، وعشان خاطر انا يعني انا مش دمي خفيف زيهم ومش بعرف اتكلم قصاد الكاميرا زيهم. فانا مستني لغاية ما احسن الانجليزي ولغاية ما يبقى عندي كاريزما ولغاية ما يبقى عندي لا اعلم ايه تاني اللي ممكن يبقى عند الواحد عشان خاطر ابتدي زيهم وابقى ناجح زيهم. الحياة دي كلها اوهام، ودي كلها شكاوي بتجيلي تقريبا من كل المدرسين اللي خدوا معانا workshops وبياخدوا معانا كورسات، مش بس كورسات طرق التدريس، ده حتى كورسات الانجليزي كمان. مدرسين انجليزي عندهم ازمة كبيرة جدا ان هم متخيلين ان هي مهارة واحدة اللي هتوصلهم للعالمية، ان هو لما هيكون الانجليزي بتاعه قوي جدا هو كده يقدر يعمل اي حاجة، او لما هيكون معاه شهادة معينة هي اللي هتخليه يعدي في الحديد. وهو الموضوع ما بيمشيش كده ابدا، الموضوع هو عوامل كتير جدا. معظم المشاكل اللي كل واحد بيبقى متخيلها عن نفسه هي ما بتبقاش فعليا مشكلة الانجليزي او مشكلة مهارة، على قد ما هي مشكلة في الثقة بالنفس، ان هو مش واثق في نفسه بما فيه الكفاية ان هو يروح عند احسن مؤسسة تعليمية هو نفسه يشتغل فيها ويروح يقدم. هو ليه خايف؟ عشان خاطر هو خايف انه يترفض. نفسه يعمل كورسات تعليمية كتير ويبقى ليه فيديوز اونلاين، ويبقى الطلاب بتوعه بيجوا من كل حتة في البلد، ويبقى ليه كده يعني صيت في المجال بتاعه. بس لا، ما هو الواحد مش هينفع يعمل كده عشان خاطر لو انا عملت اي خطأ من اي نوع ده هيبقى دوكيومنتد كده في وشي والناس هتبقى شايفاه وهيدخلوا يشتموني ويتريقوا عليا. سؤال بقى، انت خايف ليه ان انت تتشتم؟ يعني معلش، انت ابن مين في مصر عشان خاطر ما تتشتمش؟ احنا كلنا اتشتمنا، كلنا اتشتمنا وبنتشتم وهنتشتم. ادخل شوف اي حد مشهور على السوشيال ميديا، ادخل شوف الفيديوز بتاعته على اليوتيوب، فر كده هتلاقي ان هو لو عنده 100 لايك هيبقى قصادها 10 ديسلايك، لو عنده 100 بوزيتيف كومنت هيبقى قصادها 10 كومنتس بيبهدلوه وبيشتموه شتيمه يعني بالاهل وبكل حاجه يعني. وانت تبقى بالنسبه لك انت بتشتموا ليه؟ انت مش عاجبكم الفيديو ممكن تقفلوه وتروحوا تشوفوا فيديو تاني يعني. فهتلاقي ان هو في الاول وفي الاخر معظم الناس مش عارفه تتحرك من مكانها عشان خاطر هو خايف، خايف ان هو لما هيروح للمدرسة ويقدم ويدخل يعمل الديمو انه هيترفض. فايه اللي بيحصل؟ ان هو بيفضل سنين طويلة جدا، يعني تلاقي مدرسين طول عمرهم شغالين في نفس المكان وخايفين يقدموا على مكان احسن عشان خاطر انا مش مؤهل بما فيه الكفاية. طب وايه المشكلة؟ ما تروح تقدم وادخل الانترفيو وادخل الديمو وترفض وروح بيتك، روح هات ايس كريم واقعد كل واتبسط وخلاص عادي. ده المفروض ان احنا بنفضل نقدم على وظايف طول الوقت حتى لو احنا شغالين في مكان ومرتاحين فيه، بس احنا بنقدم عشان يمكن تيجي فرصة كويس. بلاش، انا مش عايزة الفرصة الكويسة دي، انا مهما يحصل لو عرضوا عليا 1,000,000 جنيه مرتب في الشهر انا هفضل قاعد مكاني، انا بحب الناس اللي انا شغال معاها وانا مش عايزة اسيبها. مفيش مشكلة خالص ما تسيبهمش، بس في نفس الوقت انت محتاج طول الوقت كده تبقى بتروح تخبط على الناس وتشوف انتوا عندكم ايه جوه، انتوا بتعملوا الانترفيوز ازاي، انتوا بتعملوا الديموز ازاي. تفضل دايما كده اللي هو حاطط نفسك تحت الاختبار، ما تبقاش خلاص انا خلاص شغال مكاني والدنيا حلوة والحمد لله اللي بيدخل لي في الشهر مكفيني وزيادة والموضوع خلص على كده. ما هو يعني معلش يا ضامن الظروف، يعني احنا في وقت الكورونا ده في لحظة ناس مشيت ومؤسسات قفلت، مؤسسات كبيرة، مش حتى اللي هو ايه، يمكن المؤسسات الصغيرة او السناتر الصغيرة يمكن هي دول اللي كانوا بيعملوا ادابشن كده سريع وبيتكيفوا على اللي حصل، وابتدوا يعملوا الكورسات بتاعتهم اونلاين عشان خاطر هم مش عايزين يخسروا الكلاينتس بتوعهم، في حين ان مؤسسات كبيرة جدا وقفت كل شغلها عشان خاطر هم بيتحركوا زي التريلا، هم مش عارفين يمشوا عشان وراهم 1,000,000 حاجه تانية على كتفهم مش قادرين يتحركوا بيها. عكس الناس الصغيره او المؤسسات الصغيره هتلاقي ان الكل ايه، احنا كنا بنشتغل اوفلاين فجاه ما فيش شغل اوفلاين يلا هنقلب اونلاين بس، والموضوع بيمشي والدنيا ظريفه وخلاص والموضوع بسيط يعني. فالكول تو اكشن بقى في الفيديو دوت ايه؟ ارجوك لو سمحت ما تخافش ان انت تترفض، ما تخافش ان انت تتشتم، لان انت كده كده هتتشتم وكده كده هتترفض. ولو معاك احسن شهادات في الدنيا، لو الانجليزي بتاعك مفيش زيه، دايما هتروح مكان هيرفضوك،
ومش بعيد يتعاملوا معاك وحش، ومش بعيد ان هما يعني يتعاملوا معاك بأسخف طريقة ممكنة. ده وارد وهيحصل، فتقبل الموضوع وموف اون وتحرك من مكانك وروح حقق اللي انت عايز تحققه عشان life is too short. يلا اقعدوا بالعافية.